قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة مميزة بعنوان الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة، واخذ استضاف البرنامج في الاستوديو المحامي الدكتور هيثم عريفج الذي أشار إلى أن بلادنا المقدسة الأردن وفلسطين هي منبع البشارة والخبر السار، كما هي صاحبة رسالة وسلام ومحبة للعالم. وأعرب الدكتور عريفج عن تمنياته بأن تتوقف الحرب الظالمة في غزة ولبنان وأن يتحقق السلام في أرجاء المنطقة كافة. فإلى هناك. وأنا بشكرك دكتور على حضورك معنا في هذا الصباح، وايضا اهتمامك في هالمواضيع اللي بتهم شعبنا. بس اول موضوع بدي اسالك اياه، ممكن كمان هو يصب في الحضور المسيحي، من الحضور المسيحي وفاعليه الحضور المسيحي في مجلس النواب الحالي، لانه في كثير يعني من شعبنا المسيحي يعني مش عنده أفكار أخرى، بديش أقول هي إن كان سلبية أو إيجابية، عنده أفكار كتير بتنطرح وبيتداولوها من خلال السوشيال ميديا والإعلام عن الحضور المسيحي في مجلس النواب. دائما بحكي طبعا إحنا ابتداء أردنيين وأيضا مسيحيين، البرلمان الأردني هو برلمان يمثل أو المفروض أنه يمثل كافة قطاعات الشعب الأردني. البرلمان أو قانون الانتخاب يعطي الحق لكوتا مسيحية، هي عبارة عن 9 نواب مسيحيين على الأقل ككوتا في الدوائر المختلفة بما فيها دوائر الوطن، فإذا عندنا مقعدين مسيحيين على الأقل على القوائم العامة الحزبية، وعندنا 7 مقاعد أخرى على المقاعد المحلية. الانتخابات الحالية أفرزت 10 نواب مسيحيين، في السيدة أو الآنسة هدى نفاع نجحت على المقعد بالتنافس في المقاعد القوائم العامة، وهذول المسيحيين هم يمثلوا صحيح كوتا باستثناء طبعا الست هدى، لكنهم يمثلوا حقيقة وجهة النظر المسيحية أو وجهة نظر المسيحيين في الأردن في أي تشريع. هم يدافعوا عن حقوق المسيحيين، والحمد لله إحنا نعيش في الأردن بصراحة في بلد يحافظ على حقوق الجميع بما فيهم المسيحيين أو أي يعني مكون من فسيفساء الأردن الجميل. طبعا دور النواب سيتحدد من خلال عملهم في مجلس النواب. أنا أدعو النواب المسيحيين أنه يتمسكوا بأنه نعم أنا أمثل المقعد المسيحي، لذلك سيكون صوتي واضح في مجلس النواب بأني أدافع عن وجهة النظر المسيحية، ليس عيبا ولا انتقاصا لمواطنتي أن أدافع عن وجهة نظري كمسيحي. واضح جدا أنه القانون الأردني والدستور الأردني وجلالة الملك يهمهم هاي النقطة، لذلك وضع هاي الكوتا. دكتور هلأ إحنا بدنا نحكي عن حلقتنا اليوم عن الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة، فأنا بدي أخص اليوم كمان أنه الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة عم نحكي عن فلسطين. فممكن هلأ أنت عندك فكرة ومتابعات دائما وممكن تسرد لنا هيك تاريخيا، هل كيف المسيحي أو الحضور المسيحي أو المسيحيين في الأرض المقدسة شو عملوا للأرض المقدسة خلال التاريخ اللي مر على هالسنوات، يعني هيك نستعرض تاريخيا هل النماء والإنتاج والهاي، يعني زي بقول لك العهد الجميل. بالتأكيد الزمن الجميل. طبعا كلنا بنعرف عن دور المسيحيين. نعم. أنا أريد أن أفصل اليوم أنه عندما نتحدث عن دور المسيحيين خصوصا في الأردن، نحن نتحدث عن مواطن. نعم. عن مواطن أردني، لكن لذلك عليه واجب. نعم. نفس الشيء كانوا إخواننا وأخواتنا في فلسطين التاريخية. على فكرة بال 1800 كان عدد المسيحيين يزيد عن 30% بفلسطين. نعم. وبدأت الهجرات عندما ازدادت الهجرات اليهودية إلى فلسطين. نعم. وكان أكثر البيك تبع الهجرات المسيحية في 1948
من 47 إلى 48 عندما بدأت الحرب الشرسة من العصابات الصهيونية على القرى المسيحية اللي عانوا زي ما عانوا إخواننا المسلمين، لغاية ما وصلنا اليوم إلى تقريبا 2% كمان في للأسف. فلسطين المحتلة. طبعا المسيحيين كان لهم دور كبير ثقافيا اجتماعيا سياسيا فنيا في فلسطين، وهذا أيضا في الأردن بنفس الطريقة. الإرساليات المسيحية كانت لها دور كبير في التعليم. اليوم عندنا 80 مدرسة مسيحية، منهم أكثر من 28 مدرسة في فلسطين المحتلة في 48، مدارس من مختلف الإرساليات المسيحية تقوم بدور كبير. المستشفيات المسيحية، يعني احنا بنعرف انه بغزة تم قصف اقدم الكنائس واقدم المستشفيات، فالكنيسة كان لها دور والمسيحيين كان لهم دور ليس فقط ديني وانما ايضا اجتماعي وتعليمي وصحي، بالإضافة إلى الاقتصادي، الدور الاقتصادي. المسيحيين الفلسطينيين كان لهم دور اقتصادي كبير، يعني في عائلات حتى اليوم يلعبوا دور مهم في الاقتصاد الأردني. أكثر من 30% من الاقتصاد الأردني اليوم من عائلات مسيحية، يعني إذا نتذكر عائلة غرغور، نقل، الصايغ، كثير من العائلات، يعني اعذروني إذا أنا يعني سهوت عن بعض العائلات، لكن كان سلفيتي، كل هاي العائلات لها دور اقتصادي، وهذا كان له معروف كمان بمجتمعاتنا. نعم طبعا، بالإضافة يعني الدور المسيحي والدور الاجتماعي. اليوم إذا بتسمحي لي أتحدث كمان أنه داخل القدس، داخل أسوار القدس، أكثر من 30% من الأراضي هي مملوكة للكنيسة. نعم. بمختلف الطوائف، وأيضا هناك مدارس داخل أسوار القدس طبعا تعاني، ممكن نحكي كمان شوي عن معاناتها. هي تقدم تعليم وطني وأيضا تعليم حقيقي للطلاب، وتحافظ على عروبة القدس وتمنع تهويدها.